فيستيفال التراث المغربي من طنجة للقويرة، وأنا جيت مثلت اللون الشبابي والحمد لله كان تجاوب كبير بينه وبين الجمهور أكثر من رائع. تفاجأنا بالحضور الكبير مغاربة وأجانب. أغنية جديدة ديالي اللي هي خطير جمعتني مع أدرينالين. كاينين بعض الناس كيقولوا أن التشابه، أنا كنقول لهم كاين أغنية ديال كارلوس سونتانا هي لو ميم انسترو اللي غنت عليه ريانا، فنفس التجربة داروا هاد الجروب اللي هم أدرينالين، خداو لانسترو من أمريكا ولحنوا عليه لحن جديد وكلام جديد. وأنا بالنسبة لي إلى وصلوا 3 مليون أو 4 في أقل من 15 يوم بالنسبة لأدرينالين نجاح كاسح، وبالنسبة لي أي واحد قدر يعاون الشباب خصو يعاونهم. الفنانة اللي يمكن لي نتعامل معه مستقبلا كين مشروع إن شاء الله بيني وبين الفنان توسي بالتي في الصيف، كين غندا نوجد ستوري بورد ديال الكليب جديد اللي هي أغنية سينجل اللي هي قلبك يمشي بحاله من كلمات محمد المغربي وألحان محمد الشرابي وتوزيع سامي زناتي، وأغنية أخرى سميتها اللي عنده حبيبه تهي من ألحان محمد الشرابي وتوزيع محمد الشرابي وكلمات محمد المغربي. كانت عندي تجربة وحيدة في التمثيل كنعتز بها بزاف لأنها جمعتني ما بين هرمين في السينما والتلفزيون اللي هما خديجة أسد وعزيز سعد الله. جاوني تجارب جاوني عروض ولكن ما خفت ندير شي حاجة ما تعجبش الناس واضطريت نكون في المجال الغنائي أحسن، والحمد لله أنا غادي بشوية بشوية.